الكشاف، الكشاف صادق، الكشاف مخلص، الكشاف مؤدب، الكشاف ودود، الكشاف مقتص، الكشاف صادق، الكشاف صديق، الكشاف رفيق بالحيوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟ معك الأخ عبد الفتاح محمود بانا. في أي مرحلة كشفية أنت؟ في مرحلة الفتيان المتوسطة. أرى لديك شارات كثيرة، ما معناها؟ معناها الشارة هذه شارة الجدارة، بمعنى إذا كانت ما لديك تكون كشاف عادي، وهذه شارة المبتدئ، والأخرى اللي هنا شارة الإطفائي، إطفاء الحريق، والشارة الثانية اللي هنا شارة المرور، منظم المرور والسير، اللي هنا المسعف، وهذه هاوي الدفاع المدني، وهذه الأخيرة شارة حاسب الآلي، هاوي الحاسب. طريقي أيها القلب طريق صاعد رحب، طريقي أيها القلب طريق صاعد رحب، طريقي أيها القلب طريق صاعد رحب، بنور الله أسلكه ونور الله لا يفهو، طريق يجعل النفس يجعل النفس تعيش حياتها أنسا، تعيش حياتها أنسا، طريق يجعل النفس، طريق يجعل النفس تعيش حياتها،
أسنانك بحاجة إلى تقويم. تقويم هجري أم ميلادي؟ بقرة تضع على عنقها ربطة حمراء، لماذا؟ ليعرف الناس أن حليبها قليل الدسم. تتشرف الإدارة العامة بالتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة بنين بتكريم قناة سنة الفضائية على جهودها المتميزة في تغطية فعاليات مهرجان الطفل الثقافي بمكة المكرمة، والذي تشرف عليه وتقيمه إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الثقافي بمكة المكرمة. يتفضل الآن السيد عز بخش رئيس قسم النشاط الثقافي بتقديم درع تذكاري للإخوة إدارة قناة سنة وشهادات شكر لكل من شارك وساهم في إنجاح فعاليات هذا المهرجان.